الأستاذ نضال منظور المحامي الكبير بمحافظة المنوفية. يعني احنا بنتحدث مع سعادتك يا أستاذ نضال النهاردة وفي شهر رمضان الكريم والإنسانيات الراقية والعالية، ونعلم أن سعادتك يعني سند للحق دائما ضد الباطل. هناك كثير من القضايا الإنسانية التي تهم المشاهد العربي والمصري، نود يعني في إطلالة كده من حضرتك أن نتحدث عن أحد هذه القضايا والتي كان لها تأثير شخصي في نفسية حضرتك حتى حصلت فيها على المنجز الذي استهدفته. تفضل يا فندم. والله هو مجال المحاماة بيخليك انك تطلع على اسرار كتير من حياة الناس، وبيخليك تقابل مشاكل ما كنتش تتخيل انك ممكن تقابلها على ارض الواقع. يعني من ضمن هذه الامور، وهذا الموضوع يمكن اثر جدا فيا نفسيا، وهو ان في سيدة صغيرة في السن متزوجة، وحصل لها بعض المشاكل في المسالك وتحديدا في الكلى، فاختارت دكتور يعتبر دكتور كبير في كادر الجامعة، وراحت علشان تكشف وتشوف حالتها ايه، يعني ايه السبب في الآلام اللي هي بتشعر بيها. فالدكتور قال لها والله انت عندك كلى فيها ضمور، ولازم نتدخل جراحيا ونشيل هذه الكلى. طبعا انها تدبر مصاريف العمليه الجراحيه، وخاصه وان الدكتور اللي عمل العمليه دي يعني دكتور كبير، فكانت مشكله انها تدبر. ولكن دايما عندنا الناس اللي هم بيعملوا خير بيبقوا كتير يعني، فالحمد لله ربنا وفقها في انها تدبر هذا المبلغ من بمعرفة أهل الخير، وعملت العملية. وبعد ما خرجت من العملية بدأت الآلام تزداد أكثر. لما رجعت للدكتور علشان تشتكي له، ففوجئنا بالدكتور في الأول بدأ يعطيها بعض الأدوية ما جابتش نتائج، فقال لها والله يا بنتي أنا وأنا بعمل لك العملية غلطت، وبدل ما أشيل الكلية اللي فيها الضمور أنا شلت الكليتين الاتنين، وانت يا بنتي دلوقتي بدون كلية وتعيشين بدون كلية، وعليكي ان انت لابد انك تعملي غسيل للدم، وهذا الغسيل بيتم في الاسبوع مرتين. فالبنت طبعا هذا الموضوع بيحتاج يعني اجهادي زيادة عن اللازم بالنسبة لها، فقالت له والله يعني حاول انك تصلح من هذا الخطأ ونشوف متبرع، واحاول ان انا انقل كلية، خاصة ان انت في هذا المجال وانت استاذ كبير، ولما هتيجي معايا زي معهد الكلى اللي هو موجود في المنصورة او الى اخره، وهتبقى عارف الاماكن السليمة ايه اللي ممكن نتردد عليها، بحيث ان يحصل لي نقل للكلى، بحيث ان انا اقدر ان انا اعيش واكمل حياتي. ففوجئنا بهذا الطبيب يرفض رفض كامل أن يساعد هذه السيدة، ويمكن بدأ يتهرب منها، والأماكن اللي هي كانت بتروح علشان تعمل فيه الغسيل كان يمكن من ضمن هذه الأماكن كان بيبقى الدكتور بيعمل اللي هو عمل لها العملية في هذا المكان، كان مجرد ما تيجي هذه السيدة يحاول إن هو يسيب المكان ويهرب من المكان حتى لمجرد ألا يتقابل معه. جات لنا المكتب وشرحت لنا المشكلة، فعلى طول تقدمنا بطلب للمحامي العام وطلبنا توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفعل تم إحالة هذه السيدة إلى الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ قد وقع في هذا الطبيب من عدمه، وما إذا كان فعلا شال الكليتين بتوعها ولا شال كلية واحدة. وعندنا للأسف إن موضوع الطب الشرعي ده بياخد وقت طويل، فالأمر خد سنتين. خلال السنتين دول يعني إحنا طبعا حالتها الجسمانية وكثرة عمل الغسيل كان بيؤثر فينا نفسيا بشكل جديد، فيعني كنا بنحاول
ان احنا ناخدها ونطلع للمحامي العام، ناخدها ونطلع للنيابه ناخدها، ونقول لهم يا جماعه الست دي بتعيش بدون كليه، والست دي لابد ان حد يساعدها ويتدخل معاها علشان نعمل لها نقل كليه وتقدر تعيش وتكمل حياتها. فكان للاسف كقانونيين ما كانوش يعرفوا المساله قوي، فكانوا بيقولوا يعني ازاي واحده تعيش من غير كلى؟ اللي انت الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن ما يبقاش صحيح، لان احنا لا نتصور ان واحده تعيش من غير كلى. استمر الامر اكتر من سنتين، ورد تقرير الطب الشرعي قطع بان هذه السيده تعيش بدون كليه، وقطع بان هناك خطأ جسيم وقع فيه هذا الطبيب، وأرسلت النيابة في طلب هذا الطبيب وحضر، فقامت النيابة فورا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعد كده اتعرض على المحكمة، المحكمة ادته 15 يوم، بدأ ياخد 15 يوم كمان، بدأ يشعر بأنه لا سبيل أمامه غير أنه يحاول أنه يصلح غلطه ويحاول أنه يتفق مع هذه السيدة. فقلنا له والله لو عايز تنهي هذا الموضوع احنا عملنا زي يعني زي تجربة كده، مش تجربة يعني، عملنا عمل حساب يعني، لانها لو هتغير كلية المبلغ هيبقى تكلفته قد ايه، وتبين ان المبلغ هيبقى في حدود 300,000 جنيه او 250,000 جنيه، وقلنا له ادفع المبلغ، وهذا المبلغ بيشمل الفلوس اللي هياخدها المتبرع، بيشمل الفلوس اللي هتاخدها المستشفى، بيشمل الفترة اللي هي هتقعد فيها تعبانة فتبقى محتاجة المصاريف. وأمام قسوة الحجز على هذا الطبيب وافق على إنه يجيب لنا المبلغ، وفعلا خدنا المبلغ ورحنا حطيناه في البوسطة باسم البنت، وكنا سعداء جدا إن البنت دي مارست حياتها عادي بعد كده، ودخلت مستشفى واتنقل لها كلى، ولما بنشوفها دلوقتي وهي متواجده وصحتها كويسه بنبقى في حاله سعاده شديده. ويمكن مهنه الطبيب بالذات مهنه انسانيه قوي، فمش النهارده عملت عمليه واخطات، عليك انك تقف جنب المريضه بتاعتك تحاول انك تصلح هذا الخطا، مش انك تحاول انك تهرب منها وتتزرع بأسباب، ولكن السبب الأساسي بيكون أنت اللي ما كانش لديك الخبرة الكافية، أو ما كانش لديك الاهتمام الكافي بعمل مثل هذه العملية، فالخطأ بيبقى خطأك أنت. يبقى لازم أنك تقف جنب هذه السيدة، خاصة إذا كانت رقيقة الحال، وتحاول تساعدها في نقل كلية، تحاول تساعدها في أنها تستمر في حياتها. دي من أحد القضايا اللي يمكن كان لها تأثير عليا، ويمكن اشتغلتها وقلت لها أنا بشتغلها معاكي بدون مقابل مادي، لأن أنت تحتاجي إلى أن أي حد، فعلا أي حد ممكن تحكي له مشكلتها، هيبقى يمكن عنده دافع شديد أنه يقف جنبها أنه يساعدها. ودي من ضمن القضايا برضو، يمكن القضية دي جات لنا في رمضان وبدأ تعاملنا معاها في رمضان، فلما بيجي رمضان علينا بنفتكر هذا الحادث، ودي من القضايا يعني اللي أثرت نفسيا جدا فيا. وكل ما بشوف الست دي وبشوفها وهي ماشية وهي بتعيش بصحة جيدة ببقى مبسوط قوي، بإن أنا يعني مكنني ربنا إن أنا أساعد بإذنه طبعا واحدة زي دي. أستاذ نضال منظور، يعني شيء رائع جدا، وأحيي حضرتك على هذا الأمر الجميل. وبالفعل هذه الوقائع موجودة بالفعل في مجتمعاتنا، هناك بالفعل إهمال وهناك تعنت، كما أن هناك أيضا رحمة بهؤلاء البسطاء المساكين، وهذا هو يعني صفة شهر رمضان المبارك، وهذه هي صفة العظماء، صفات المحترمين الذين بالفعل يستخدمون مهنتهم السامية الشريفة لخدمة البسطاء وخدمة المجتمع. أستاذ نضال منظور المحامي الكبير، أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، وأتمنى لسعادتك مزيدا من التوفيق. ربنا يعزك، سعادتك كل سنة وأنت طيب يا فندم.